يطول أمد الحرب في أوكرانيا، فتتداعى دول غربية لدعم كييف عسكريا، تزداد حاجتها إلى مزيد من الأسلحة، خاصة النوعية منها مثل هذه. إنها الدبابة القتالية الرئيسة للجيش البريطاني، تدعى تشالنجر 2. وسائل إعلام تنقل عن مصدر غربي أن بريطانيا تدرس تزويد أوكرانيا بهذا النوع من الدبابات لأول مرة. سلاح ثقيل نوعي آخر، دبابات قتالية ألمانية من طراز اليوبارد، تصنف ضمن الأسلحة الثقيلة النوعية لدى الجيوش الغربية. بولندا تدعو إلى تشكيل تحالف دولي واسع لتزويد أوكرانيا بهذه الدبابات. الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ لا يستبعد ذلك، غير أن المستشار الألماني أولف شولز يرفض أن تتحرك بلاده وحدها على هذا الصعيد. أود أن أوضح أننا سنواصل متابعة ذلك في الأيام والأسابيع والأشهر المقبلة. ألمانيا لن تتحرك بمفردها. بدلا من ذلك تقرر برلين تزويد كييف بعربات القتال مردير لا بدبابات اليوبارد. في المقابل أعلنت الولايات المتحدة أنها تخطط لتزويد أوكرانيا بمركبات برادلي القتالية الحديثة ورصد 45 مليار دولار مساعدات لها ضمن الموازنة. إمدادات عسكرية ترى موسكو أنها لن تغير من مسار الصراع ولن تمنع روسيا من تحقيق أهدافها، يقول المتحدث باسم الكرملين. لا تقتصر إمدادات الأسلحة على أوكرانيا، روسيا هي الأخرى تتلقى دعما عسكريا. إيران متهمة بتزويد موسكو بطائرات مسيرة، طائرات قد تضع طهران في دائرة الاتهام بالمساهمة في ارتكاب جرائم حرب بأوكرانيا، هكذا يقول مستشار الأمن القومي الأمريكي. رغم ذلك يرى سكرتير مجلس الأمن الروسي أن ما يجري في أوكرانيا مواجهة بين روسيا وحلف شمال الأطلسي.